الإنسان هو فرحة الأولى، ابن البكر، شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم. وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس. حسين ابنكم، أنتوا أهله وهذا عرسكم. وأخيراً صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. عزة، أنا بعرف، أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنت كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها.